كانت سهلة جدا، والزملاء اتصلوا بينا وقالوا لنا انها تمت على ما يرام، والنهارده ان شاء الله الجزيرة بقى احنا. وقت ما دخلت صاله الامير عبد الله الفيصل، الصاله المعطله بيعقد فيها المكان لقاضي الجمعيه العموميه، خدت وقت منك على ما اجليت بصوتك في الصندوق وفي اللجنه؟ لا، الامور واضحه جدا، في كشوف بره والكارنيه بيوضح اللجنه اللي هيتم يعني اتخاذ الراي فيها، وكانت الامور سهله جدا ومنظمه، ويا ريت يبقى كل الجمعيات العموميه اللي تجري في النادي سواء للائحة أو الانتخابات للنادي أو غيره تتم على يومين، أفضل بكتير جدا 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 لينا. العفو يا فندم. شكرا جزيلا. برضو في هذه إن شاء الله بإذن الله، برضو في هذه اللحظات معي أحد أعضاء الجمعية العمومية، برحب بك يا فندم، صباح الخير، وكيف ترى الإجراءات والأمور داخل المكان انعقاد الجمعية العمومية اليوم الثاني على التوالي هنا في مقر النادي بالجزيرة؟ والحقيقة زي ما كان بيقول الزملاء إنه العملية منظمة جدا، وان هي الحقيقه من ساعه الحقيقه الكارنيه الجديد ما اتطبع وعليه رقم اللجنه، فده بيسهل جدا ان الواحد يخش اللجنه بتاعته. الـ 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 الحقيقه العمليه منظمه، في ناس بتساعد، الدنيا ماشيه كويس، والمواضيع ماشيه الحقيقه منظمه جدا، لان الموضوع ماشي من الاول الحقيقه من بدايته. شكرا جزيلا يا فندم. برضه معايا احد اعضاء النادي الاهلي، برحب بيك يا فندم، و بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بالتاكيد بيبقى عايز يطلع ويعرف ما هي الاجواء داخل انعقاد الجمعيه العموميه، الاجراءات ازاي، ومعاك طيب لائحه النادي الاهلي بالتاكيد. عاوز اشيد باجراءات غير مسبوقه في كافه الانديه. يعني انا شفت جمعيات عموميه سواء في النادي الاهلي او في غير الاهلي، لم ارى هذا التنظيم زي النهارده، وزي ما شفنا في التلفزيون برضو امبارح، انا تابعتها عن طريق القناه امبارح في مدينه نصر. انما اللي انا شايفه هنا سهوله غير عاديه في أقل من 3 دقايق، تنظيم فعلا، يعني النادي الأهلي دايما سباق في أنه بيبتكر كل ما هو جديد. فالجمعية منظمة جدا وناجحة جدا وقانونية زي ما قالوا فقهاء القانون اللي شفناهم على مدار يومين. فكرة ان النادي يعمل لائحة وتكون دي النظام الاساسي للنادي خلال السنوات القادمة، وده مستقبل النادي الاهلي، بتراها ازاي؟ وبالتأكيد كان ليك دور انك تقرا لائحة وتشارك فيها عشان تحدد مستقبلك بايدك. طبعا قريتها ومفيش اي اعتراض على اي بند فيها، يعني كلها منطقية جدا. والنادي الاهلي اللي هو فعلا ابو الاندية يلا يا جماعه، سيدات يلا بعد اذنكم، يلا يا مصطفى.